السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل كلاس وورك 3 اللي عملناه قبل كده الأوبرا. دلوقتي أنا رسمت اختصارا للوقت، يعني أنا رسمت السبلاينز بسرعة كده وظبطتها عشان تعرفين تظبيط الفيرتسيز وال في الإكس وفي الإكس والواي الأول وبعد كده في الزد. طبعا التظبيط بياخد وقت شوية، ظبطت السبلاينز زي ما انتم شايفين كده، هما 6 سبلاين. ادي 1 2 3 4 5 6 مساقتهم في 3D، يعني لو قلنا ده ليفت مثلا وده فرونت وده مثلا توب، ادي المساقط باينة اهي في الفيو بوردز. ممكن انت تثبت يعني طبعا زي ما احنا شايفين عدد الفيرتسيز قليل جدا ولاعب في ال، يعني لو جينا على الفيرتسيز كده عدد الفيرتسيز قليل جدا، وبتحكم بس في البيزير، في البيزير بتاعي الأذرع بتاعت البيزير بتاعي هي اللي تعمل لي الشيب اللي انا عايزه على السكتش بالظبط. فطبعا زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنقلل عدد الفيرتسيز على قد ما نقدر. بعد ما نوصل للشكل ده، بعد ما نوصل للشكل ده هنعمل كروس سيكشن. هنيجي على السبلاين ونعمل من السبلاين ده لده، من ده لده كروس سيكشن، وبعدين ادوس كليك يمين عشان اطلع من اطلع من السبلاين، وبعدين اعمل كروس سيكشن تاني من هنا، ادوس كليكه وكليكه تانيه من ده لده اللي هم الصغير اللي في النص ده، واخر شريطه معايا اللي فوق هعمل كروس سيكشن برضو من السبلاين ده للسبلاين ده. بس كده عملت كروس سيكشن، وعلى طول احط موديفاير سيرفس. ادي موديفاير سيرفس زي ما احنا شايفين. ممكن بعد كده لو احنا شايفين حاجة مش مظبوطة، يعني بدل ما نقعد نرجع للسبلاين تاني نحولها اديت بولي ونعدل فيها كنقط، يعني فيرتسيز. اجيب بس الايدجت فيسز عشان نشوف الايدجز. طيب احول ده اديتابل بولي، خلاص اللاين السبلاينز اللي واخدة سيرفيس دي خلاص. انا كده هو ده الشكل تقريبا اللي انا محتاجه في الاوبرا. هحاول ده اديتابل بولي، كليك يمين كونفرت اديتابل بولي، هشيل الايدجز اللي ملهاش لازمه اللي في النص دي، ايدجز كده ملهاش لازمه في النص. انا علمت على صف الايدجز اللي في النص ده وهعمل لوب. لما اعمل لوب هيختار لي الايدجز على طول على طول الاستقامة بتاعتها يعني، وبعدين اعمل كنترول باك سبيس زي ما اتفقنا عشان يمسح الايدجز ومعاها الفيرتسيز. كنترول باك سبيس مسح الايدجز ومعاها الفيرتسيز خلاص. طيب انا كده الشكل بتاعي بقى اديت بولي، اقدر يعني مثلا لو لقيت حتة فيه بايظة براحتي اقدر اعدلها في الايدت بولي، مفيش مشكلة. مش هنتعلم بسرعة بس يعني مبدئيا لو وصلنا للنتيجة دي كفاية، يعني مش مطلوب يعني. او يعني مثلا انا لو شايف ان ده مش على استقامة ده، يعني واخد الكام نقطة دول منزلهم شوية وفي الاخر ابقى الايديت بولي ده ابقى تربو سموث، يعني لو اخدت النقط دي نزلتها شوية اظبط اللي انا عايزه. تمام، يعني مثلا انا شايف ان انا كده ظبطتها ولا لسه؟ يعني ظبطها بسيط مش بياخد وقت. عايز مثلا النقط دي شايفها كده مش مظبوطة، عايزها تنزل لتحت شوية، اعمل سيلكشن عليها. انزلها لتحت شوية كده وبعدين افيد النقط دي بقى معاها كده.
يعني هي النقط كتير شوية، بس يعني ايه، هو عشان بدأ سبلاين فالنقط كتير حبتين، بس ظبط بسيط هتلاقي الموضوع ظبط معاك خلاص زي ما انت عايز. عايزين نعمل الازاز اللي فوق، مش عايزين نعمل الازاز اللي فوق ازاي؟ مثلا هاجي امسك الايدج ده، انا عايز اعمل كاب للهول الرئيسية الكبيرة دي وللهول الصغيرة دي، وطبعا في لاتس زي ما احنا شايفين تحت كده، لاتس يعني مش لاتس، عبارة عن جايب زاوية 45 كده. طيب همسك الايدج دي زي ما اتفقنا وهعمل لوب كده، عملت لوب على كل الايدجز اللي فوق. هعمل create shape from selection، create shape from selection، اخد الشيب الجديد ده واخد الصورة اللي تحت دول، Alt Q افصلهم، وبعدين اجي في التوب بقى اشوف اللي انا محتاجه. اللي انا محتاجه سيرفس هنا في الجزئية دي، يعني همسح الايدج ده وهمسح الايدج ده، ومحتاج سيرفس. همسح، هاجي على السبلاين امسح السبلاين ده كله والسبلاين ده كله. طيب وهاوصل اول سيرفس ببعضه كونكت كده. ده مش سيرفس، انا جوه سبلاين لسه ما عملتش كونفرت للتبل بوينت، وهعمل كونكت هنا كده. كده انا عملت ايه، تو سبلاينز على شكل، واخدين شكل الروف. التو سبلاينز مقفولين خلاص، هحولهم ديتابل بولي بقوا تو سيرفيسز. التو سيرفيسز دول هعمل فيهم ايه؟ طيب التو سيرفيسز دول هقسمهم، عايز اقسمهم عشان ياخدوا شكل اللاتس اللي تحت. طب يعني احاول اديهم شكل اللاتس اللي تحت ازاي؟ طب مبدئيا انا هقسمهم بمسطره زي ما احنا اتفقنا. احنا قلنا لو عايزين نقسم اي حاجه هنرسم مسطره كده ونقسم عليها. المسطره دي ابعادها يعني مثلا مسطره ايا يعني كان كده، وهنقسم عليها. تمام، لو عايز تظبط الابعاد بالظبط في المسطره، يعني عايز مثلا 39 وكسر دي تخليها يعني 40 متر مثلا في الويتس، مش عارف عايز. لا الويتس ما يهمش، عشان الويتس كده كده يعني احنا بنقطع عليها، اللي هيفرق معانا البعد ده. طيب هنمسك الايديت بولي ده، لا الاول هنقسم المسطره دي سيجمنتس. هدوس اف 4 او هدوس ايدج فيسز عشان اشوف السيجمنت، وبعدين اقسم الجزئيه اللي هي 40 متر دي، اقسمها زي ما انا شايف بعناية كده، مثلا 10 اجزاء مثلا، يعني كل 40 متر 10 اجزاء، يعني كل 4 متر، كل 4 متر خط. وهاجي بقى على الايديت بولي ده، هبدا اقطع بقى. اقطع بايه؟ انا جيت على الايديت بولي، دخلت في الفيرتسيز، دوست كليك يمين، اخترت كويك سلايس، ماشي كويك سلايس، وابتدي اقطع على المسطره بقى اهو زي ما احنا شايفين كده. سيرفس بيتقطع معايا، انا كده بقطع على المسطره. تمام، وكمان الحته اللي تحت كمان هقطعها، يعني اخد نفس المسطره دي مش مشكله، واعمل لها روتيشن كده اجيبها هنا وابدا اقطع عليها برضو الجزئيه دي. طيب امسك دي وامسك الاليمنت ده واقطعه بقى على المسطره كده، 2 3 4، مش همسح المسطره دي خلاص مش عايزها، اعمل اللي انا عايزه. في ايدجات هنا ما جاتش ولا جات؟ لا جات. تمام، بس البوليجونز مش سليم. طيب هنعالج الموضوع ده، هنيجي هنا هنختار همسح البوليجون اللي تحت ده ملوش لازمه عشان استعدل القصه شويه، وامسك الايدجز دي كلها، عايز ادوس واير فريم عشان اعرف اشوف الايدجز دي كلها كده. هختارها واعمل لها كونكت مثلا 1 2 3 كده مثلا، وبعدين يعني
امسك النقطتين دول اعملهم كونكت ودول برضو كونكت ماشي. يبقى كده عملنا زي شبكة، انا عملت زي شبكة من السيرفيسز، وهنا برضو همسك الايدجز دي كده واعمل لها كونكت اتنين بس كفاية، واعمل كونكت هنا وامسك التو فيرتسيز دول واعمل كونكت برضو ماشي. يبقى انا كده عملت زي شبكة اقدر ادلها مثلا موديفاير لاتس، فتبرز لي شكل المربعات اللي انا قطعتها دي، فتديني الماليونز اللي انا عايزها في السقف. ممكن اشوف الموضوع كده ديفولت شيدنج، بس اللاتس اللي تحت مختلف عن اللاتس اللي احنا عملناه ده شوية. يعني اللاتس اللي تحت 45 كده زي ما احنا اتفقنا، وكمان في حتة كده يعني زي سكاي لايت دوم كده مقطوع على شكل بيضاوي كده. طيب في حاجة ممكن ننجز بيها بدل ما نقعد نرسم ده بالظبط، هو الصح لو هنيجي نتكلم في الصح، المفروض ده بيترسم اوتوكاد وبيتوقع على سيرفس زي ده، وبياخد موديفاير مثلا شو ان ريندر او شو ان فيو برضو كده. لكن طبعا اختصارا للوقت عشان احنا مش هنعرف نرسم الباترن المعقدة دي، فهنيجي في التوبولوجي. لو شغلنا التوبولوجي من هنا من الريبونز ونيجي على اول منيو اللي هي موديلنج، اول كوماند فيها اللي هي بوليجون موديلنج، ودوسنا كرييت توبولوجي، عرفنا ريبونز موديلنج كرييت توبولوجي. هفتح كرييت توبولوجي دي هلاقي فيها باترنز باي ديفولت، هو عنده باترنز كتير كده، انا عايز اللي هي الباترنز المنتظمه زي ال 45 دي ايدج دايركشنال. ده بيغير الايدج دايركشنال، بيغيره وبيكتره. يعني هو الايدج دايركشنال ايدل، هو لو دوست عليه كده بيخليهولي 45، لو دوست عليه تاني بيخليهولي عدل تاني، دوست عليه تالت بيخليهولي 45. اعتقد هي دي كثافة اللاتس اللي احنا عايزينها، ممكن تكون هي دي كثافة اللاتس اللي احنا عايزينها. طيب مبدئيا هدي ده السيرفس ده، هديله ماتيريال ازاز مثلا، اي ماتيريال لونها غامق شوية. وبعدين هعمل اللاتس بقى، هعمل كوبي للازاز ده وهدي له لاتس، هدي للكوبي ده موديفاير لاتس، اديت للكوبي موديفاير لاتس، هحط عليه ماتيريال مختلفة ميتال مثلا، ماتيريال بيضة شوية. بعد كده عايزين نعمل اللي هي الدايرة اللي هي مفرغها في قدام هنا، يعني هو ماسك ال، يعني لو دخلنا يعني ده لاتس يا جماعة، ده كده سيرفس واخد لاتس، اللاتس صغير شوية طبعا نخليه ستراتس اونلي، اللاتس صغير شوية نخليه مثلا 10 مثلا، ومثلا ممكن نديله سايدز كتير. بس دلوقتي عايز افرغ الدايرة اللي هو عاملها، هاجي تحت في الايديت بولي، الايديت بولي اللي واخد لاتس ده، هاجي تحت وامسح شوية ايدجز، يعني اجي على الايدجز دي مثلا امسح. حاجة هنا باظت يعني مش مشكلة. طيب كده ممكن امسح دول كمان، ومثلا ادي دول كده تو ايدجز دول كونكت. يبقى انا كده تقريبا يعني تقريبا عملت الحته اللي هو مفرغها قدام، الحته اللي هي دي يعني اللي مفرغها قدام دي، هي اوسع شويه بس يعني ممكن نعملها على اللي بعديها مش مشكله يعني، بس الفكره كده يعني. خلاص عملنا لاتس وتحكمنا في اللاتس ده ان احنا نقدر نمسح الايدجز اللي مش عايزينها تبان في اللاتس. نكبر الايدجز شوية مثلا عشان تبان معانا، هشيل الايدجز فيسز كده مثلا، يعني يبقى ده
الشكل النهائي بتاعنا، ويا ريت نشوفه بقى إن شاء الله، عشان في الكلاس ورك يعني، عشان نقدر نرسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.